طيب انا كان عندي مشكله في العماره اللي انا ساكن فيها كده يا جماعه، كنت حابب اتكلم عن شويه ناس ساكنين معايا كده، ودي رساله موجهه ليكم مبدئيا. حسبي الله ونعم الوكيل. اول رساله احب اوجهها للبشمهندس ابراهيم العلايلي وطنط جورجيت، هو انتوا بتدخلوا الحمام بس ولا يعني ايه؟ انا ما بسمعش غير صوت سيفون، يا اما شطافه يا اما معلش بس يا باشمهندس ابراهيم، يعني في اماكن كتير قوي في الشقه غير الحمام، يعني حضرتك في اكتيفيتيز كتير قوي ممكن تتعمل في الشقه غير الشطافه والسيفون. بجد والله انا تعبان قوي. عندي رساله كمان هوجهها لكريم وحسام ومامتهم اللي في الخامس، يعني بجد يا جماعه هاتوا حاجتكم وتعالوا باتوا معانا بجد احسن. انتوا عايشين جوايا انا شخصيا. استاذ محمد الفحفحاني اللي في الرابع، حضرتك انا عارف ان انت بتخاف على عربيتك قوي، فمش مشكله تعالى، انت بتركنها قدام مش قدام البيت ده، جوه حضرتك ممكن تيجي تركنها هنا في اوضتي والله لو عايز، ايه رايك؟ بجد ما شفتش في الدنيا بني ادم بيركن عربيته قدام مدخل العماره بالظبط. طب هندخل منين؟ يعني قول لي لو حضرتك راكن العربيه قدام مدخل العماره، ادخل انا من البلاعه؟ بجد والله. هو انا صرصار يا ابني؟ طن سهير اللي في الدور اللي فوقيه على طول. بجد كفايه توم وتقليه بقى، 2 بالليل، 4 الفجر، 5 الظهر، 8 الصبح بتوش تقليه بس. طب ايه ريحه العماره؟ باظت ريحه بطني، باظت ريحه مناخيري، الدنيا بايظه كلها بصراحه كده يا جماعه. معانا واحده في العماره كده، يعني انا مش عارف اسمها بس انا حابب اوجه لها رساله صغيره. يعني هو بصراحة كلنا بنحبك، دور دور يعني في العمق، كلنا الشارع من اللي تحت في الدنيا مصر العالم. اسمك ايه؟ يا لؤي انا عارف والله، كلنا عارفين ان انت اروش واحد في العمارة وان انت مزيكاتي جدا وبتاع، بس بعد اذنك ممكن توطي صوت شوية بس عشان انا هموت.